السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي في هذه الحلقة الجديدة، والتي أردت بإذن الله سبحانه وتعالى أن أوضح لكم في أي شهر يأتي برج الدلو. هذا السؤال أعزائي الذي تكرر كثيرا كثيرا جدا في الفترات والأواني الأخيرة، نظرا لأن هناك العديد من الأشخاص الذين يبحثون ويفكرون بهذا الأمر كثيرا، والذين أرسلوا لي العديد من الرسائل. برج الدلو أعزائي هو برج 11 من الأبراج 12 من دائرة البلوج، أي قوس الذي يبدأ مساره من خلال 19 يناير إلى 18 فبراير. فإذا كنت مولود في خلال هذه الفترة، أي من فترة 19-1 إلى 18-2، يكون برجك هو برج الدلو أعزائي. وبالتالي أتمنى بإذن الله سبحانه وتعالى أنكم حصلتم على الفائدة والمعرفة التي تبحثون عنها. فإلى اللقاء في حلقة أخرى وجديدة بإذن الله.